موضوع رفع الثدي اختفى تماما من القاموس. كمية رفع الثدي اللي شاهدتها في هذا البلد اللي ممكن نستبدلها الآن في التقدمات الحديثة في علاج سرطان الثدي. موضوع رفع الثدي اختفى تماما من القاموس. يعني احنا في اخر 3 سنوات ما عندنا غير فقط عملية او عمليتين رفع الثدي، كلها عبارة عن Oncoplastic Breast Reconstruction، اللي اذا كان الورم كبير انصغره بالكيميائي وبعدين ندخل له بعملية، اذا كان ورم اكبر في هذه الحالة ومدى يستجيب نستخدم البريست ريكونستراكشن. هذا الموضوع كله اختفى. الان المرأة psychologically not to be disturbed by سرطان الثدي. موضوع الجزء الاخر من العمليات هو موضوع الغدد اللمفاوية، وتجريف الغدد اللمفاوية الغير مطلوب في معظم الحالات سرطان الثدي هو يؤدي الى اعراض كثيرة ومضاعفات، من ضمنها ضعف الاعصاب اضافة الى الليمف اديمة، تورم اللمفاوي في الايد، وخصوصا اذا كان في اليد اليمنى اللي المريض يستخدمها. بهذا المبدأ استخدمنا مبدأ الـ Sentinel Lymph Node، الغدة الحارسة، لتعريف الغدة اللمفاوية إذا كانت مصابة أو غير مصابة، وهذا يستخدم الـ Nuclear Medicine واللمفوزولين. الجزء الثاني من العلاج سرطان الثدي هو الكيمياوي. الكيمياوي يحبذ يكون إذا كان قبل العملية أو بعد العملية، إضافة إلى الهرمون الثيرابي including الـ ER والـ PR والـ HER2 status والـ Herceptin treatment. من هذا نقدر نستخدم أنه علاج متكامل في علاج الأورام السرطانية لسرطان الثدي. الموضوع الآخر والمهم هو الإشعاع. الإشعاع اللي كان ينطي حوالي 30 جرعة إشعاع لكل سرطان الثدي، الآن قدرنا نقللها، والآن في تطوير إلى الهاي دوز انتنس لسرطان الثدي أو البراكي ثيرابي اللي نقدر نقللها. من هذا الكونسبت نقدر نبدي Center of Excellence of Breast Cancer بهذا البلد، وإن شاء الله نكون قد نقدر نخدم الناس في هذا البلد ونقلل معاناتهم ونسهل عليهم الأمور، إضافة إلى وجود البيت سكان والأمراي والبيابسي والستيريوتاكتيك والإنتربينشنال. هذا كلها مكملات لوجود Center of Excellence of Breast. دكتور سدير راوي، جراح أقدم أخصائي في جراحة الأورام السرطانية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا.